لكل فنان ومبدع إلهامه الخاص به، ومدينة عدن تخلق إلهاما ذا أبعاد لا تنتهي لتستمر حكاياتنا عن المدينة وأهلها. فأهلا ومرحبا بكم في برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: إغلاق المستشفى التوليدي يفاقم أزمة الوضع الصحي في عدن، والاصطياد حكاية ممتعة وحب متوارث. غسان صلاح مسرحي وجد نفسه في سماء الإعلام. جميع الكائنات في حركة مستمرة لا تتوقف في منظومة كونية، والإنسان هو جزء من هذه المنظومة. فعاليات وأنشطة في جولة إخبارية سريعة. أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله سالم لملاس على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدشين العام الدراسي الجديد بشكل منتظم اعتبارا من 25 سبتمبر. الوزير وخلال ترأسه اجتماعا لإدارة مكتب التربية ومدراء مدارس التعليم الأساسي والثانوي في مديرية المعلى، شدد على ضرورة التركيز على الإدارة المدرسية وتحسينها باعتبارها الحلقة المركزية في تطوير التعليم، كما أكد على أهمية اختيار الإدارة المدرسية من أفضل المعلمين والمعلمات وفق معايير الكفاءة والخبرة. أفرغت في ميناء الزيت بعدن شحنة المولدات الخاصة بكهرباء أبين والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جهودها المتواصلة في تطبيع الحياة العامة في المدن المحررة، وبلغ حجم الطاقة المقدمة 12 ميجاوات، وصلت منها حاليا 6 ميجا، ومن المتوقع أن تصل المولدات المتبقية خلال الأيام القادمة. سيرت اللجنة العليا للإغاثة الكويتية في عدن دفعة جديدة من المعونات إلى محافظة تعز، شملت أدوية ومستلزمات طبية وكهربائية. المعونات وبحسب القائمين عليها تأتي ضمن برنامج كويتي لدعم الخدمات الصحية في تعز، يشمل أيضا إقامة مخيمات طبية مجانية لجراحة العظام. أي شهادة ميلاد هويتي. بدأت في مديرية دار سعد بمحافظة عدن حملة التوعية بأهمية استخراج وثيقة شهادة الميلاد للأطفال. الحملة وعلى مدى أيام استهدفت الآباء والأمهات بعدد من ورش العمل التي أكدت على أهمية شهادة الميلاد كوثيقة رسمية للأطفال تمكنهم من الالتحاق بالتعليم واستخراج الهوية الثبوتية. وأتمنى أن تستمر هذه الحملات. دشن في محافظة الضالع العمل بثلاث مدارس بعد إعادة تأهيلها وصيانتها بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتشمل عملية الترميم الممولة إماراتيا 16 مدرسة في محافظة الضالع تعرضت للتدمير الجزئي بعد استهدافها من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. مستوصف الشعب الخيري مهدد بالإغلاق وعدم وجود مستشفى حكومي في مديرية الصيرة كارثة تؤرق العدنيين. أثار إغلاق مستشفى الشعب التوليدي في كريتر عدن ردود أفعال غاضبة واستياء شعبي واسع باعتباره المركز الطبي الوحيد في المنطقة ويستفيد منه أكثر من 100,000 نسمة. تم تأهيل قسم الولادة من قبل الإمارات ومن قبل لجنة من الكويت على أنهم بيقدموا حضانات، يعني حق الحضانة حق الأطفال. المشكلة أن في فساد مسيطر على هذا المستشفى أو على قسم الولادة، هو الوحيد 100,000 نسمة في صيرة، سكان عدد صيرة بيتجاوز أكثر من 100,000 نسمة، وقسم الولادة هو الوحيد يعني يتم إغلاقه. يشتغلوا لمن هذولا؟ إشكاليات عدة تقف وراء إغلاق المستشفى، ليس أقلها عدم توفر مولد كهربائي، ولا أكبرها نقص الكادر الطبي، فثمة أياد خفية تسعى إلى إبقاء المستشفى خارج الجاهزية كما يرى البعض. هذا المستشفى يقوم بعملية التوليد، وبالتالي عندما ينتهي هذا المستشفى يعني المترتبات كثيرة عليها،
لانه هنا تظهر القشع وتظهر طبعا عيون الفساد في البحث عن اماكن اخرى للتوليد. انا باعتقادي انه قصه المولد هذه ليس القصه الحقيقيه ولكن وراها قصه اخرى، لانه مولد يعني 100,000 او 105 لاصلاحه، هذا السهل حتى ممكن المواطنين يتم تجميع هذه المبالغ واصلاحه، لكن القصه قد تكون وراها اشياء اخرى. مؤخرا تداعى اهالي مديريه صيره في مقدمتهم الكادر الطبي منددين باستمرار توقف المستشفى وما ترتب عليه من كوارث صحيه اخرها حالتي وفاه. نحن من هذه المنطقه اربع عائلات ماتت علينا نتيجه الاهمال، لا فحص حق الدم، لا دكاتره كم الناس شفت كيف؟ يجابوا لنا ماطور قدم مستعمل، والان هذا الخطر اشتي قفل هذا المكان زي ما قفل مش بعدا، وهذا غطاء رحنا عند المامور ولا سوينا حاجه. تحملنا مسؤوليه مستشفى عدن وجلسنا واشتغلنا، وكان ايام حتى ايام في 94 كانوا يقولوا نحن الناس المعورين كنا نشتغل ليل ونهار، وايش استفدنا؟ قفلوا مستشفى عدن، نجي الان مركز توليد مركز بسيط، ما قدرش يعني حتى يفعلوا ابسط الامكانيه يعملوا له فيبا عشان مولد، لا حول ولا قوه الا بالله. وفين الامارات ولا الخليج عملت ودعمت وصلحت وقابت؟ فين؟ لمين عطت؟ فين المحاسبه؟ فين المحاسبه؟ نحن نشي الناس يتحاسبوا اللي كانوا يستلموا هذه الحاجات. على مدى أعوام ظل مستشفى الشعب يقدم خدماته الطبية لأبناء كريتر ليحل محل مستشفى عدن العام المتوقف هو الآخر منذ سنوات، وهو ما جعل من مستشفى الشعب مرفقا حيويا هاما ليس لسكان كريتر وحسب بل للمديريات المجاورة أيضا. المركز هذا بالرغم من إمكانياته بسيطة ولكن يقدم لعدة مديريات، يعني كريتر وخور مكسر ومديرية المعلة والتواهي وعلي الدحمة كثير، يعني تقول انه يعني عمله كان مستشفى الصداقه يعني، بس امكانياته برغم انها محدوده يعني صغيره جدا، لكن الحمد لله ماشي عمليات واستقبال حالات ولاده وعليه عمل كثير مكثف جدا جدا. المستشفى كما يقول العاملون فيه مجهز بكافه الاجهزه الطبيه الحديثه ومزود بكادر طبي متخصص باستطاعته استقبال الحالات المرضيه واجراء العمليات الجراحيه، وقد تم تاهيله مؤخرا وتزويده بمولد كهربائي، الا انه لم يستانف نشاطه المتوقف بعد. ثلاث ساعات لاصي او ساعتين لاصي، انت معك حاله ولاده، حاله عمليات، حاله عوصات، حاله اجهزه تعقيم، أطفال في الحضانة، الحضانة تشي كهرباء، فبالتالي الحالات ممكن يعني ممكن أن تخرب، ممكن أن تتوفى، ممكن لازم تيار كهربائي مستمر، والمولد الكهربائي هذا منذ حوالي ما يقارب العشر سنين. مش معقول إنه يقفل هذا المكان، في ناس محتاجين لهذا المكان أكثر من الناس الله يدري بحالهم، ما يقدروش يروحوا للصداقة، والصداقة يكفيها إنها تستقبل من جميع المحافظات. يعني ليش هذا المستشفى مجهز من الالف الى الياء؟ جميع منظمات اشتغلوا، ما صدقنا انه افتتح بعد الحرب واشتغلنا ولا في احنا حاجه، بس عشان المولد هذا، في ناس قالوا انهم تبرعوا للمكان هذا مولد، لكن مولد باص، لكن ما ادريش فين راح هذا المولد. أنظار الأهالي في كريتر ترقب عن كثب تحركات السلطة المحلية والجهات المختصة لإنقاذ الوضع الصحي في المديرية التي غدت تفتقر للخدمات الصحية الحكومية في ظل وضع معيشي حرج. الأستاذ خالد سيدو مدير مديرية صيرة، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن عدم تواجد مستشفى حكومي داخل مديرية صيرة. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، ونرحب بقناة بلقيس، هذه القناة التي عودتنا دائما تتابع همومنا في المديرية وفي المحافظة بشكل عام. فيما يختص بالسؤال لماذا لم يتواجد مستشفى حكومي في المديرية، نحن كان لدينا مستشفى ما يسمى مستشفى عدن العام، والذي كان يقدم خدمات كبيرة ومختلف التخصصات في المديرية إضافة إلى المديريات المجاورة من خور مكسر المعلة وتواهي، ولكن منذ عام 2006 هذا المستشفى أغلق بحجة إعادة تأهيله وترميمه، ولكن إلى حد الآن لم يتم افتتاحه مرة أخرى، ومما سبب لنا يعني عائق في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين. وهناك متابعات منذ تسلمنا المديرية منذ حوالي 10 أشهر مع الإخوان في المحافظة، ولكن الظروف التي تمر فيها المديرية خاصة والمحافظة عامة
الظروف يعني خروجنا من الحرب وما تعرضت له معظم المنشآت الطبية إلى تدمير أثناء الحرب. هذه الأمور عاقت سرعة إعادة تأهيل هذه المستشفى، ولكن نحن بإذن الله تعالى بصدد متابعة من أجل إعادة افتتاحه وتقديم خدمات المواطنين. مسألة إغلاق مستوصف الشعب، لو تحدثنا عن هذه المشكلة. طبعا مستوصف الشعب التوليدي أيضا من المشافي التي تقدم خدمات نساء الولادة على مستوى المديرية والمديريات المجاورة، ولكن مر في ظرف آني، أنا أقول أنه ظرف آني ومتمثل بعطل المولد الخاص بهذا المجمع، ونحن شعرنا متأخرين قبل العيد يمكن في يومين بهذا الإشكال، وتمت المتابعة مع الأخ مدير عام الصحة الأخ دكتور خضر الأصور، والذي وعد بحل الإشكال بعد فترة العيد مباشرة، وفعلا أول يوم قبل انتهاء فترة العيد في يوم تواصلت مع الأخ الدكتور الخضر، والذي وعد أو صرح بأنه هناك مولد قادم من محافظة الحديدة من فاعل خير، وسيصل خلال الأيام القادمة بإذن الله، سوف يشحن بر وسيصل للمديرية وسيتم تركيبه في رسوله. لكن من خلال نزولنا إلى مشفى الشعب لتلمس همومهم ومعرفة أسباب إغلاق المستوصف، تبين لنا أنه هناك أيضا معوقات تقف أمامهم تتمثل في نقص الكادر الطبي والتمريضي في المجمع، وتم الجلوس مع الأخوان في الطاقم التمريضي والمتواجد في الودون يشكون من قلة هذا العدد، ونأمل بالأخوان في مكتب الصحة في المحافظة رفض هذا المشفى بالكادر الطبي والتمريضي من أجل انتشال وضعيته وتأهيله بحيث أنه يقدم الخدمات المطلوبة للمواطن. نعم، هذا فيما يخص السلطة المحلية، ولكن فيما يخص وزارة الصحة وأصحاب الأيادي البيضاء أيضا، هل يمكن أو التجار هل يمكن أن يكون هناك مساعدات منهم؟ ومن المفترض أن تكون هذه من مهام الحكومة، هي من تقوم بتجهيز وتأهيل وإعادة تأهيل هذه المراكز، ولكن لا ضير أن لو أن استعنا كما قلت بالأسلفتي بأيادي البيضاء أو التجار الذين يقدمون الخير للناس في مساعدتنا في هذا الجانب. عدم وجود مشفى حكومي، متى يمكن أن تفتح هذه المستشفى؟ هذا ليس من يعني من اختصاصي التصريح متى أو كيف، ولكن نحن كسلطة محلية في المديرية واجب علينا أن نحن نتابع ونكتب بالمتابعة من أجل إعادة افتتاح هذا المستشفى، باعتبار أننا في هذه المديرية بحاجة لهذا المستشفى، لأنه حاجة الناس ضرورة بوجود هذا المشفى في ظل أنه معروف أبناء عدن يعني حالتهم المادية لا يعتمدون على رواتبهم اللي تصدر من الدولة، ويستخدمون مصادر داخل أخرى، وهذا المشفى طالما أنه حكومي سيخدم هذه المديرية، ونأمل من الأخوان في المحافظة مساعدتنا بالضغط على الحكومة بسرعة إنجاز تأهيل المشفى عدن العام. هناك من يسأل أنه لصالح من لا توجد مستشفى حكومي، والبعض يوجه أصابع الاتهام إلى المستشفيات الخاصة. نحن نوجه التهم لأحد، ولكن كما سابقا هناك ظروف مرت بها البلد تتمثل بالحرب الغاشمة اللي فرضت علينا، وأيضا تدمير بعض المشافي الحكومية بالذات مشفى الشعب ما كان يسمى مشفى الشعب، وأيضا مشفى التوليد اللي في منطقتنا في مديرية صيرة ضرب بالطيران ودمر، ولكن تم إعادة جزء منه وهير جزء منه من قوى الأخوة في الإمارات جزاهم الله خير، وهو قسم التوليد والنساء والولادة، ونأمل بإذن الله تعالى أن يتم تأهيل مشفى عدن، وزي ما قلنا على الحكومة أن تضغط بهذا الجانب لأن المديرية والمحافظة بشكل عام تستفيد من هذا المشفى. هل هناك كلمة أخيرة تود أن توجهها أو تقولها بهذا الصدد بخصوص عدم وجود المستشفى هذا؟ هي كلمة نوجهها للحكومة زي ما قلت، عليها أن تهتم بضرورة إعادة تأهيل وافتتاح مشفى عدن العام، وأيضا إعادة تأهيل الجزء المتبقي المدمر من مشفى التوليد نساء الولادة المتواجد في مديرية صيرة. هؤلاء المشفين سيقدمان خدمات غير عادية في ظرف غير عادي للمواطنين بحاجة لهذه الخدمات.
هل يمكن أن توجد خطة بديلة بحيث تفتح مستشفى ثالثة لهذه ولهذه؟ يعني مستشفى جديدة بطاقم يمكن الاستعانة بطواقم من المستشفيات هذه؟ لا أعتقد أن هناك الآن في إمكانية لفتح مستشفى جديد، ونحن معنا أساساً مشافي موجودة، ولكن بحاجة إلى التأهيل. طالما نحن قادرين نأهل، أعتقد أنه إعادة التأهيل الموجود أقدم من أن نبحث عن. صحيح، ولكن مثلاً مستشفى عدن لها 10 سنوات وهي مغلقة، والبعض يقول ندعها لشأنها ونفتح مستشفى آخر. أين نفتح ومتى نفتح وبأي مكان نفتح؟ طيب، هل هناك مشكلة تعاني منها المديرية بخصوص الميزانية تقف عارضا أمام فتح المستشفى؟ أكيد، أولا الميزانية المقررة لنا كمديرية لا تفي بمتطلباتنا كمديرية بتسيير أعمال المديرية بشكل صحيح، فما بالك أن 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 يتم الاستفادة منها في عادة التأهيل، علما أن المستشفى توليد لا يخضع للمديرية ماليا إنما إداريا، لكن لديهم ميزانية خاصة في مكتب الصحافة. رسالة تقدمها لطاقم الأطباء في المشفى وللمواطنين؟ طبعا طاقم المشفى نقول لهم يجب علينا أو ينبغي علينا أن نعمل بالإمكانيات المتاحة، لأننا زي ما سلف سابقا خارجين من ظرف غير عادي، هي الحرب اللي فرضت علينا، ويجب علينا أن نعمل ونضاعف جهودنا من أجل تقديم خدمات للمواطن، هذا المواطن الذي صمد وصبر وشارك في مقاومة الغزاة في هذه الحرب التي فرضت علينا. أستاذ، لو نتحدث قليلا كذلك عن ملف الإعمار، هل الآن هناك مساعي لإعادة الإعمار؟ طبعا هذه من اختصاص الإخوان في الشرطة المحلية في المحافظة، وقد أعلن عن إنشاء صندوق الإعمار من قبل الأخ محافظ اللواء عيدروس الزبيدي وبرئاسته وبعضوية حسب على حد علمي مدير عام الأشغال، وبإذن الله قد أعدت لهم ميزانية أولية وسيبدأ بالقريب العاجل حسب علمنا، ولكن هذا لا يرتبط بعملنا نحن في المديرية، وإنما مرتبط أساسا بالمحافظة بصوت المحافظة. نتحدث عن المشاريع التي هي موجودة اليوم في عدن كريتر والخطط المستقبلية لتنفيذ هذه المشاريع. طبعا نحن لدينا مشاريع قمنا بها حديثا وتتمثل بإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في المديرية، وتأهيل جزئي لبعض الأماكن في الخاصة بالمياه وبإذن الله تعالى سيتم أيضا رصف في الشوارع والطرقات التي يتم فيها تأهيل هذه اسمه دانبي بصرف صحي. بعد إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي سيتم إعادة رصف الشوارع في هذه الأماكن. الأستاذ خالد سيدو مديرية صيرة، كنت معي في هذا اللقاء، شكرا لك. شكرا لكم. مشاهدينا، تعددت الأسباب والموت واحد، فمنهم من قضى نحبه في مدينة عدن الجميلة بسبب الحرب وكوارثها، ومنهم لسوء الخدمات والإهمال. حكايتنا في هذه الحلقة هي عن السماء وزرقة البحر، عن القوارب والشراع والسمك والشبكة، حكايتنا عن الصيد والصيادين في عدن، لنتابع. مهنة اصطياد الأسماك في عدن قديمة بقدم البحر وقدم علاقته بالمدينة، توارثها العدنيون أباً عن جد كغيرهم من سكان المناطق الساحلية لارتباطها بحياة الإنسان ومصدر عيشه. حتى فترة ليست بالبعيدة كان صيد الأسماك المهنة الأساسية التي يعتاش عليها الكثيرون في عدن، فقد اعتادوا الذهاب إلى البحر ليخرجوا من ثرواته ما يمكن أن يسهم في تأمين متطلباتهم الحياتية. إنها بالنسبة للبعض حب متوارث وحرفة تشكل جزءا أساسيا من تاريخ الأجداد. معروف في القدم أن عدن هي البحر والبحر هو عدن وعدن هي صيرة،
هي كانت الميناء الرئيسي لمدينة عدن، الذي تعتبر هي عبارة عن كريتر الآن، هي كريتر فقط، هي كانت مدينة عدن. وكما الملاحظة يعني جغرافيا بأن عدن هي عبارة عن شبه جزيرة، أو نقدر نقول عليها أنها جزيرة صغيرة حاطة بالبحر من كل جانب. كانت المهنة الرئيسية الموجودة في عدن هي مهنة الاصطياد. يتوافدون يوميا على البحر في أول النهار وآخره، كل منهم يحمل عدة الصيد الخاصة به، صنارة وأطعمة وسلة أو كيس ليضع فيها صيدة. يتناثرون على ضفاف البحر مع إطلالة الفجر أو عند فترة الغروب. يتنقلون بمهارة وحذر فوق الصخور العائمة، يرمون خيوط صنارتهم فتغوص في مياهها. فشباك الصيد بالنسبة لهم تلك الخيوط التي تجمع لهم الرزق والخير من مياه البحر. إنها الهواية التي لا يجد لها الصيادون بديلا ممتعا، هي الدافع لزيارتهم البحر، تأسرهم في رحلة عشق على مقربة من شواطئه. منهم من ألف المجيء إلى هذه الأماكن، وآخرون اتخذوها هواية ووسيلة ترفيه. وفيهم من يمسك بيده صنارة لأول مرة في رحلة اكتشاف لعالم يتجسد قبالة هذا البحر الأزرق. يقضون ساعات متواصلة من اليوم على شاطئ البحر، وكأنهم في سباق تنافسي من يصطاد أكثر، ليعودوا بعد كل رحلة عناء يومية بما جاد به البحر عليهم من الأسماك المختلفة. يرمي بشباكه إلى البحر ولا يعلم ماذا يخبئ له القدر، لكن قلبه دائما مسكون بالأمل. فالصياد ورغم مشقة مهنته لا يمكن له أن يتركها أو يتخلى عنها، فهي بالنسبة له حكاية ممتعة تعلمه الصبر ومشقة تلهمه النجاح. من صيرة إلى فقم وعمران والخيسة وحتى شقرة، تصاحب رحلة الصيد مخاطر عدة تواجه الصياد خلال إبحاره لمسافات طويلة، لكنه اعتاد عليها ويمارسها كهواية أكثر من كونها مهنة. قوارب صيد وسفن شراعية مختلفة الأشكال والأحجام تمخر عباب البحر إلى البعيد في رحلة اصطياد، ورغم قسوتها إلا أنها بالنسبة للصيادين حكاية نضال من أجل الحياة. وقد عرف العدنيون وسائل متعددة في الصيد البحري، بدءا بالشباك المتنوعة إلى القصبة والصنارة والشراك والأقفاص الحديدية يعلوها الفلين الذي يجذب الشباك نحو الأعلى، فيما تجذبها في المقابل إلى قاع البحر وبقوة رصاصات مثبتة على أطراف الشباك السفلية تسمى بالثقالات. كان أغلب الناس أو أغلب الساكنين عدن قبل الاستعمار البريطاني تاريخياً
هم صيادين عدن، من صيادين عدن، واغلبهم ينتهنوا مهنه الصيد. الى الان من يفكر في عدن يفكر دائما بالصيد، حتى الزائرين من عدن لمن يدخل الى عدن اول ما يدخل الى عدن يفكر باكل السمك جميله في داخل عدن. عدن مشهوره بمطاعم الصيد، بمخابز الصيد، باكلات السمك اللي موجوده فيها. دائما ما اللي بيفكر دائما في عدن لازم يفكر في بالسمك، اكان في كريتر، اكان في الشيخ، اكان في البريقه، اكان في مدينه الشعب، جميعها تنتهي مهنة الاصطياد او مهنة الاصطياد. كما لكل شيء في الحياة طرب، للبحر ايضا طرب، اهازيج متنوعة تقال اثناء مهنة الاصطياد، وهي كما يقول الصيادون تمنحهم الحيوية والنشاط وتهون عليهم مشقة العمل وتقلبات المناخ. على قارب الصيد يغني البحارة وهم يشدون سواعدهم نحو الشباك لكسب أرزاقهم، يعيشون لحظات سعادة غامرة غير آبهين بتقلبات البحر وهيجان أمواجه. تختلف أهازيج الصيد باختلاف الزمان والمكان، وتتباين بين الليل والنهار، وتحمل معان تعبر عن الفرح والثقة بالله والتوكل عليه. وغالبا ما تحمل الأمواج لجموع المنتظرين من هؤلاء الصيادين المتناثرين على شواطئ البحر بشائر خير، وهي تقرب الأسماك من خيوطهم المسترسلة فوق المياه. والبحر كما يقال لا يخذل أحدا، والصيد أرزاق. مدينة عدن لوحة فنية أبدعها الخالق بجمال شواطئها وسواحلها وروعة ناسها وأهلها الطيبين. ممثل مسرحي ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية تميز بالتلقائية وببساطة الأداء الذي أكسبته حب الجمهور وتعلقهم به. غسان صلاح وجه المدينة لهذه الحلقة. بسيط وتلقائي، متعدد المواهب في مجال الإعلام والتمثيل، إنه الشاب غسان صلاح. أنا مش فقعان منه، هيا الله يقطع خبرك يا زعتكم قمة. ولا سمعت حاجة يا ناس، حبيبي سمعتي حاجة؟ ما يزيزني يا زالتين، ركبي. إن شاء الله تترشحيه وترجع دم يا زعتكم قمة. مين سمعت حاجة؟ ما ليه بكتير قليلي سمعتي حاجة ولا شيء؟ ديني يا ما نسمع، أنا بس اللي أنا أقول لك نسمع. سامحيني يا شريفة. ما سامحك يا أحلى وحدة بالحافة، الظاهر إنه رفعت لك الضغط. شريفة ممكن أطلب منك طلب؟ من طلب ذا من الصبح، ها من اللي على أعلى الطلب. شوف بقول له إذا كان طلبك ذا من ضمن إمكانياتي وما يتعارض مع مصالحك سعيد جنجمة، هطلب وبنخدمك وأمرنا لله إيش حد نفعل. هو من ضمن إمكانياتك وما يتعارش مع سعد جمجمة؟ اللي هو شوفي هذا الأكل اللي قدامك ماله، ممكن تأكلينه وتشربينه يا دو، لأننا ننسان قاعد عطشان. سألتك بالله؟ والله لا، مش من ضمن إمكانياتي ولا قدر موت. ليش دخلي أنا من ذا الخبر كله؟ وليش يا شريفة؟ يا وليش نعم يا شريفة، قومي كلمي يا عتيفة فهمي. أما لكنه هذا لويك لويك أنا تعالك ما حقنا سعد قمقمة. سمع، واللي معك مسؤول عن أكلك وشربك يا شفاط الأخت فوزية قلاقل. كانت بدايته كممثل مع المسرح المدرسي في الثانوية العامة، مع أنه كان مستبعدا تماما فكرة أن يصبح ممثلا يؤدي أدوارا على خشبة المسرح،
ولكنه ما أن سنحت له الفرصة حتى جذبه تشويق الجمهور وحبهم لأدائه. في البداية أنا ضد فكرة المسرح أو التمثيل على المسرح، لأنه كنت أحس أنه مش فاهم، يعني شغلة الناس كبيرة. فالمصادفة يوم من الأيام كان في مهرجان المسرح المدرسي، كان في معي مجموعة أصدقاء يعني موجودين في داخل المدرسة، وهذه المرحلة كانت في مرحلة الثانوية العامة يعني. فكانوا الزملاء اللي موجودين يعني في داخل المدرسة أنه أنا معي نص ومهرجان المسرح المدرسي، أنا محتاج غسان يمثل معي. فكان واحد من زملائي عزيز علي توجه إلى زميل تاني أبو ممثل ومخرج يعني كبير، وكان يقول له أشتري غسان يمثل معي. كان يقول له مستحيل يعني يجيب غسان يمثل معي. قال له خلاص أنا بعطيك، قال له خلاص أنا بحاول أقنعنا غسان بأي طريقة، ولكن أشتري منك طلب واحد صغير، أنا بمسك دور البطولة وغسان يمسك الدور العادي اللي هو كانت مسرحية عن فلسطين والابن بيموت وإلى آخره. كان يقول له خلاص أوكي تمام ولا يهمك عيون التنتين. فصاحبي لما قرأ النص على أساس أنه هو المخرج قال له لا، أنا بعطي دور البطولة الغسان وبعطي دور الثانوي لا. كان يقول له مش معقول، قال له لا لازم. فعملت المسرحية في يوم العرض نفسه يعني على نهاية العرض كان في مشهد يجي خبر للأب أنه الابن بيموت أو بيتوفى أو إلى آخره، فالأب لازم أنه يبكي. فكان المكان حما يعني وجو حار والمدرسة مليانة والساحة والمدرسين والطلاب. فمشهد نزل تبكي وأنا ماسك يدي، ولما نزلت ماسك يدي نزل العرق لعيوني، الناس افتكرت كلها أن أنا بكيت. فلما شفت الناس تصفق من هنا أقل إحساس أنه شعور جميل، إنه الشيء اللي أنا عملته حتى ولو كان تمثيلي بس الناس صفقت. حينما حصل على جائزة أفضل ممثل مسرحي في العام 2004 بدأ يشق طريقه نحو التمثيل المسرحي، متخذاً أدواراً يعتمد فيها على الكاريزما الموجودة في غسان. فجأة بدون أي سابق إنذار أسمع أنه من وزارة الثقافة عدن ومكتب التربية والتعليم يتم ترشيح أفضل ممثل مسرحي العام 2004-2005 غسان صلاح، وأنا صفق مراعي الغسان ده يطلع يعني، والشباب كله بيقولوا لي تفضل اطلع. قلت لهم من ده أنا؟ قال لي وانت؟ قلت لهم لا مش معقول. فطلعت توجهت يعني إلى المسرح واستلمت الشهادة، وكنت فرحان أن استلمت الشهادة. غادر إلى مصر بحثاً عن سماء أوسع في مجال التمثيل، وعلى قاعة الأوبرا المصرية شارك مع زملائه اليمنيين بعضاً من الأدوار التمثيلية، لكن طموحه لم يقف عند التمثيل فطرق باباً آخر من أبواب النجاح، إنه الإعلام. كان عندي قناعة أن أنا أشتي أمثل عمل في مصر بأي طريقة ممكنة، أحاول قدر الإمكان أن أنا أنهي التمثيل، يعني أنهي التمثيل بقوة يعني، كذا عندي كانت في بالي، وكنت أشتي أقدم عمل في مصر. فسبحان الله فجأة من الفترات يعني فجأة قالي فرصة يعني أن أنا أقدم عمل في داخل مصر في دار الأوبرا، في القاعة الكبرى في دار الأوبرا، أنا ومجموعة شباب من عدن يعني. وقدمت عمل كان موجود في دار الأوبرا واحتفلنا يعني في هذا العمل. تفاجأت بأنه ما توقعتش أنه العمل بيطلع بالطريقة هذه حلو، ولا توقعت أنه يعني أكثر من قناة بتغطي معي في العمل كتأليف وإخراج ويعني تمثيل. والحمد لله يعني كذا تقدر تقول أن أنا إيش قنعت من جانب التمثيلي. مثلت إذاعة لنا بالنسبة لغسان صلاح محطة مهمة من محطات حياته بعد تجربته التلفزيونية في برنامج يوتيوب كوم، فقدم للإذاعة برنامج رايح جاي وبرنامج شعبكة الذي لا زال يقدمه إلى يومنا هذا. مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، مباشرة من استديوهات راديو لنا FM 91.9 نجدد بكم التحية. برنامج شعبك اللي تعودنا دائما احنا نلتقي معكم من يوم الاحد الى يوم الاربعاء. كان اجمل حاجه بانه جيوب اطفالنا تمتلئ بالنعنع الملون
ولا الشنقم أبو طابع، ولا النعنع أبو عسل، ولا الحبة النعنع المغطاية باللوز. كان دايما كيوب أطفالنا تمتلي وكأن عبارة عن علب مليئة بالحلويات، وكانوا فرحانين بأنهم في داخل جيوبهم النعنع والحلوى واللي هي حلوة العيد. الإذاعة تعرفي تقولي تجربة مختلفة تماما، يعني أنا جربت التلفزيون في قناة المصير، كان عندي برنامج اسمه يوتيوب كوم، والبرنامج هذا كان برنامج سياسي كوميدي ينتقد الوضع السياسي بطريقة كوميدية خفيفة وبسيطة، ترك أثر بقلوب الناس كثيراً. الباب من أمامكم والحرب من خلفكم والكهرباء طافية والمي مقطوع والناس تعاني الفاقة والجوع كمان، فما الذي بقى؟ الإعلام بالنسبة لغسان ليس الهدف الأخير، فهو قد يتركه لسبب أو لآخر، ولكن بعد أن يترك فيه بصمته التي يريد متخذاً طريقة التلقائية والقرب من الجمهور ساحة لإبداعه. من هذا الشيء أنا ما كنتش متصنع، استخدمت اللغة المبسطة العدنية اللي فيها الثلاثة ثلاثة، اللي فيها الدال دال. كانوا كثير من الناس يقولوا لي في عندك أخطاء، يعني تنطق بعض الكلمات خطأ. أقول لهم لا، أنا أنطقي بالعدنية. كانوا يقولوا لي لا بس يعني أنت بالجانب العلمي. أقول لهم لا، هذا اللي بيخلينا قريب للناس، وهذا اللي بيخلينا ندخل لكل بيت، وهذا اللي بيخلينا كل الناس تحبنا ببساطتك، زي ما أنا أتعامل مع الناس برا الشارع بضحكتي وابتسامتي وبطريقة كلامي، هذا اللي بيخليني. والله خططي وآمالي في المستقبل الظاهر أننا كمان بنسيق أنا بالإعلام، وبتوجه توجه. يبقى غسان صلاح مثالا للشاب الطموح الراغب في العيش طليقا، يكتشف كل يوم في نفسه الشيء الجديد. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، ويبقى الخير دائما في الأرض وفي معدن الإنسان وفي وصل الأهل وتعمير المدينة وفي أهل المدينة. إلى اللقاء.